بديلا للفلسطينيين كما يراد له لتفريق وتهجير. بنكمل الشعب الفلسطيني، اليوم احنا ظهيره. وطني لدعم المقاومه حمايه الوطن ويتكون من. فاذا اليوم جامعه الدول العربيه دورها ترى يجب ان يكون هنالك فعل عبر المجتمع. على شعوب الامه اليوم ان تهب هبه رجل واحد، هبه عظيمه حتى ننقذ مشروع هذه الامه. اليوم هذا المدماك حقيقي في مشروع تحرير فلسطين، كل فلسطين، واذا تحررت فلسطين تحررت الامه وسيادتها وقرارها ونهضتها واقتصادها وكل ما نعيش اليوم من نكبات. اشهد اشهد يا تاريخ، اشهد اشهد يا تاريخ. ارفع 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 قيمة هذه المسيرة تلبية لنداء الأبطال الأحرار في غزة العزة، غزة الصمود. هذه البقعة الصغيرة مساحة والكبيرة كرامة، جاءت هذه المسيرة حتى تقول للشعوب العربية والإسلامية أن الغزة قد أعادت لكم العزة والكرامة، وقد هزم هذا الكيان وانكسرت شوكته التي من سنوات ونحن نقول هذا الجيش لا يهزم. احنا بتعيد عز الدين، ان تاتي هذه المظاهره للتعبير ولو قليلا من قبل شعبنا المشتت في بلاد حول الارض، في بلاد الشتات، في بلاد البعد، تاتي لتؤكد التواصل بيننا وبين الداخل، وأن ما يجري في الداخل هو يهمنا ونحن جزء من هذا الداخل. أنها لا تقبل التهجير